السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، حرصا منا على مواصلة رحلة العطاء والتواصل مع طلاب تبارك الخاصة. أنشأنا منصة تعليمية رائدة لاستكمال المناهج الدراسية، وهي قناة تبارك التعليمية من خلال كوكبة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. إخواني الطلبة والطالبات، طلاب مدرسة تبارك الخاصة الصف الحادي عشر، نكمل معكم حديثنا اليوم عن درس جديد من دروس الوحدة الأولى، وهو درس التنافس في الخير. أولا، الحث على استغلال فرصة الحياة. الإسلام يحثنا على الاستفادة من فرصة الحياة أو من الحياة التي منحها الله عز وجل لنا، فإنه قد تعرض العوارض التي تحول بيننا وبين تحقيق طموحنا. هناك أشياء، فالغني معرض أن يكون فقير، والفقير معرض أن يكون غني، فالغني معرض للفقر، والفقير معرض للغنى الذي قد يطغى بماله. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك قد يعيق المرض والشيخوخة الإنسان عن قيامه ببعض الأعمال التي كان يقوم بها في شبابه وصحته. فلا بد إذن يا شباب، لا بد أن نستغل الفرصة التي نحن فيها حاليا. استغل فرصتك أنك تتعلم وابحث وازداد علما وابحث في كل المجالات، هذه هي فرصتك الآن. الغني يستغل هذه الفرصة ويزكي ويخرج الصدقات. ذو الصحة لابد أن يستغل صحته في فعل الخيرات وفي الصيام وفي إقامة الصلاة وفي إقامة الليل، لأنها قد تحدث عوارض بعد ذلك. فلا بد يا شباب أن نستغل فرصة الحياة. نشاط، ناقش خطورة تصرف من يسوف فعل الخير باستمرار. بمعنى يا شباب، لماذا لا تفعل خير؟ غدا بإذن الله أفعل، إن شاء الله بعد ما خلص السنة إن شاء الله هفعل خير، وا وا وا. فهناك من تجد من يؤجل فعل الخيرات باستمرار. إن تأجيل المسلم فعل الخير قد يحرمه من فعله، وبالتالي يحرم أجره عند الله عز وجل. مضمار التنافس في الخير، ما هي الأشياء التي لابد أن نتنافس فيها؟ لا ينبغي للمسلم أن يحصر فهمه للأعمال الصالحة في دائرة الشعائر التعبدية. يعني ليست الصلاة والزكاة والصيام والحج ليست هي الشعائر التعبدية فقط، بل كل عمل يقوم به المسلم فيه نفع له وللآخرين وللمجتمع يعد عمل صالح يثاب عليه. أي عمل يقوم به المسلم فيه نفع له وللآخرين وللمجتمع ويرضي الله عز وجل يعد عمل صالح يثاب فاعله. ولا ينبغي أن يشغل المسلم أداء النوافل عن واجبه في عمارة الكون والإسهام في استخراج مكنونات التي سخرها الله عز وجل. يعني معنى هذا الكلام، لا بد أن نوازن بين الحياة من عبادة وعمل. لا ننقطع للعبادة فقط ونترك العمل، ولا ننقطع للعمل فقط ونترك العبادة، بل لا بد أن نعمل ونعبد الله عز وجل. وعدم الإفراط في التنافس على الدنيا ونسيان الآخرة، لابد أن نوازن بين الدنيا وبين الآخرة، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك وقال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني اعمل للدار الآخرة، وفي نفس الوقت يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ما دلالة اقتران الأمر بالعبادة والأمر بفعل الخير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دلالة اقتران الأمر بالعبادة هنا يا شباب والأمر بفعل هو توسيع دائرة الخير وعدم قصر على الشعائر التعبدية كما قلنا، كما يدل على أن فعل الخير من العبادات التي توصل الإنسان إلى الفلاح في الدنيا وإلى الفلاح في الآخرة. يجب على المسلم أن ينافس غيره فيما يحقق السعادة له وللمجتمع والعزة والمنعة لأمته، فيبذل وسعه في طلب العلم
الارتقاء باقتصاد بلدي، تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد مجتمعي. صور من تنافس الصحابة في الخير. حرص السلف الصالح الصحابة والتابعين على التنافس، كانوا يتنافسون في الخير لأمر الله، فتسابقوا على فعل الخيرات، ينفقون أعمارهم العمر والأموال والأنفس في سبيل الله تعالى. ومن ذلك إنفاق الصحابة أو غزوة العسرة، وتسابق الصحابة في الإنفاق. فعن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. سيدنا عمر، عندنا نموذج سيدنا عمر بن الخطاب، وما أدراك ما سيدنا عمر، يقول أمرنا رسول الله أن نتصدق في هذا الوقت، فوافق ذلك مال عندي، يعني كان في مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يعني الصحابة كانوا يتنافسون مع بعضهم البعض، فكان سيدنا عمر يتنافس مع أبا بكر، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، ذهبت إلى البيت وجاء بنصف مالي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، قلت مثله يا رسول الله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبق ولا شيء أبدا. الخلاصة أو الاستنتاج أو الشاهد من هذا الحديث يا شباب، أن نرى أن الصحابة كانوا يتنافسون على فعل الخيرات، من يسبق في فعل الخيرات. ولذلك القرآن الكريم يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ضوابط التنافس في الإسلام، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن ضوابط التنافس في الإسلام أن مجال التنافس أو أن يكون مجال التنافس مشروع، بمعنى فلا يجوز التنافس في فعل المحرمات. أي شيء محرم أو أي شيء يضر الفرد أو يضر الأسرة أو يضر المجتمع أو يضر نفسه أو يضر الإسلام أو يغضب الله عز وجل، فلا يجوز التنافس فيه. اثنين، أن تكون وسيلة التنافس مباحة، الوسيلة اللي بستخدمها في التنافس تكون مباحة، فلا يجوز الغش والخداع لمنافسة الآخرين. ثلاثة، ألا يفضي التنافس إلى الحسد والتخاصم بين المتنافسين، ألا يكون التنافس لا يؤدي بين الأشخاص إلى الحسد والتخاصم من أجل أن سبقك الآخر أو أنت سبقته. لا، التنافس هذا هو تنافس، سبقتك مرة سبقك الآخر وهكذا. أربعة، ألا يطغي التنافس على العلاقات الإنسانية القائمة على الحب والتآلف بين أفراد المجتمع. ما هو المفهوم الصحيح للزهد في الدنيا؟ الإسلام لا يأمر بترك الدنيا، الإسلام لم يأمرنا أن نترك الدنيا ونتفرغ للعبادة ونجلس في المساجد ونصلي ونصوم فقط، لا، الإسلام أمر لا يأمر بترك الدنيا بل بترك حرامها. أي شيء الإسلام حرمه أمرنا أن نتركه، ولا يرغب فيها بل يرغب في العمل الصالح، أن تعمل عملا صالحا في الدنيا من أجل الآخرة. فلا يصح أو لا يجوز أن يزهد الإنسان في الدنيا فيتركها بالكلية، أي ينقطع عن الدنيا وينقطع إلى الآخرة. يعني لا يجوز أن نترك الدنيا ونتفرغ للآخرة، ولا أن يرغب في الآخرة ولا أن نرغب في الآخرة ونترك الدنيا، ولا أن نرغب في الآخرة في الدنيا ونترك الآخرة، بل علينا أن نتخذ بين ذلك سبيلا. يعني نعمل من أجل الدنيا ونعمل من أجل الآخرة. أما زهد النساك الذين انقطعوا عن الدنيا بالكلية ورغبوا في الدنيا، فهذا نافلة فرضوها على أنفسهم ولم يفرضها الله عليهم. الناس التي انقطعت عن الدنيا وجلست للآخرة فقط، هذه هم الذين فرضوا على أنفسهم ذلك، والإسلام لم يفرض عليهم ذلك. فليس الزهد أن يكون المسلم عال على الناس أو أن تكون يده هي السفلى، ولكن الزهد الحقيقي أن يكسب المسلم المال وأن يجعله في يده لا في قلبه، وأن يوظفه في الحق. في الآخر يا شباب عندنا تقويم الأنشطة في آخر الشرح، كل المرجو منك أن تطلع عليها تمام وتقوم بحلها. وفي الختام أرجو أن نكون قد وفقنا في شرح هذا الدرس، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.